دورة غنية بعدة اتفاقيات، من أبرز هذه الاتفاقيات اللي دائما الجهة بمعية الشركاء ديالها، وهنا أشكر مرة أخرى وزارة الداخلية على المواكبة ديالها لمجلس جهة الشرق لضمان الأمن المائي لهذه الجهة. هناك اتفاقية اليوم اللي تقريبا ما بين يعني إنجاز الربط ديال الماء الصالح للشرب وكذلك السدود الصغرى تقريبا واحد أكثر من مليار تاع الدرهم لهذه الاتفاقيات. هناك اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي والجامعة اللي غادي تكون أول مرة غادي تدار واحد المدرسة وطنية للهندسة الرقمية وكذلك الانتليجنس ارتيفيسيال روبوتيك، وهذه صراحة هي من الأولى من نوعها في الجهة، وهي غتكون مدرسة وطنية. وهناك كذلك عدة اتفاقيات اللي هي مهمة للجهة مع وزارة الثقافة والشباب، وزارة الرقمنة، مع شركاء آخرين. هي اتفاقيات مهمة تروم كلها حول خلق فرص للشغل للجهة. يعني اليوم الجهة الشغل الشاغل ديالها اليوم وهي ألا وهو الشغل للمنطقة ديالنا، كتعرف والجهة ديالنا كتعرف واحد الارتفاع ديال البطالة، ولا سيما بعد هاد الجائحة ديال كوفيد 19 اللي أثرت على القطاع والنسيج الاقتصادي بالجهة. ولكن إن شاء الله الجهة بدأت تأخذ العافية ديالها، وإن شاء الله غادي تكون نتائج مهمة في المستقبل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.